رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أطلع برلماني الحزب في لقائه معهم على الخطوط العريضة لمفاوضاته مع رئيس الحكومة بشأن التحاقه بالائتلاف الحكومي خلفا لحزب الاستقلال، وأكد أنه اكتفى في هذا اللقاء بالاستماع إلى وجهة نظر رئيس الحكومة في مجموعة من القضايا المطروحة. هدف النقاش الذي يدور داخل التجمع الوطني للأحرار نرفض فكرة تعويض حزب بحزب آخر، نرفض فكرة تعويض وزراء بوزراء آخرين. نحن نبحث أو التجمع الوطني الأحرار يطرح حلولا عملية للخروج من الوضعية التي وصلت إليها البلاد، مجموعة من الشروط حنا اللي كانت نقشوا فيها اللي غادي تبلور في ورقة اللي غتعرض على رئيس الحكومة في حالة ما إذا كان هناك جواب بالإيجاب. رئيس الحزب أكد بالمناسبة أن الموافقة المبدئية لانضمام حزبه إلى الائتلاف الحكومي لا تعني أنه عجلة احتياطية أو تغيير حقائب وزارية بأخرى، ووجه انتقادات للأداء الحكومي في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية. التصريح الحكومي كان لنا موقف ضده، حيث أنه لم يكن يصور همومنا وتصوراتنا تجاه ناخبنا، فإذ كان هناك ميثاق شرف يتعهد باحترام بعض مطالبنا التي كانت في برنامجنا الانتخابي فبها ونعمت، وإلا الحل واضح. ما هو؟ لا يمكن أن نقبل أشياء لا يمكن أن ترضي لا ناخبين ولا برلمانيين. صلاح الدين مزوار أوضح في النقاش الذي جرى مع برلماني الحزب أن انضمامه للائتلاف الحكومي سيتم في حالة تحققه في ظل شروط محددة، وأوضح أن لقاءات أخرى مع رئيس الحكومة ستتم في الأيام المقبلة.